شو الفصل يلي بتحس أكتر شيء ممكن نحن كمشاهدين وكمؤمنين نقدر نتغذى منه أكتر، ويمكن بده شرح أكتر لإلنا؟ هلا هو الكتاب فيه فصول كثيرة مهمة. في فصل بيحكي عن العلاقة الحميمة مع الرب وكيف الرب عم بيعلم هيدا النفس، وهيدا الشيء اللي عم بيأثر بكتير نفوس، لأنه هي امرأة بالعالم متزوجة عند أولاد، فالناس عم بيلاقوا حالهم أنه بيقدروا تريليت معها، يعني يقدروا يفهموا أنه هي مثله. يعني هي بتشبه بس انا حابب احكي، لانه ما معنا كثير وقت، عن النبوءه اليوم بالكنيسه، يعني روح النبوه يلي الرب عم يعطيه كرمال يرجع اولاده الضالين للكنيسه. يعني روح النبوه اليوم هو عنده ثلاث ابعاد. اول بعد خبرنا عنه يسوع انه الروح القدس بده يذكرنا بكلمته. فالرب اليوم لما بيعطي رسائل الحياه الحقيقيه بالله، هو عم بذكرنا بكلمته بس بطريقه اكتواليزاسيون، يعني عم بجددنا، اذا بدك عم بجدد مفهومنا، عم بفوتنا بالعمق. تاني بعد هو اذا بدك تاديبه، هو سلوكنا نحن الرب بده يجي يصلحه، وهيدا حكي عنه توما الاكويني، انه دائما روح النبوءة رح يضل موجود بالكنيسه لما نحن منزيح. فنحن اليوم مجتمعنا زاح كثير بسلوكه، الرب دائما بيجي بذكر، لانه هو بي بيعرف انه نحن اذا سلوكنا بده يوصلنا لمطرح كوارث بده يجي يقلنا قبل. وهذا ثالث بعد اللي هو البعد التحذيري او النبوءه اذا بدك، انه الرب بيجي بيقلنا اذا بتكفوا هيك سلوككم رح يوصلكم لهون، مثل بفاطمه مثلا اجت العذراء قالت اذا بتكفوا بسلوككم رح يصير في حرب ثانيه، رح روسيا تنشر اغلاطها. وهذا الشيء صار لانه ما حدا سمع العذراء. فاليوم نفس الشيء الرابع عم يرجع يقول لنا انتبهوا، بدكم تتوبوا، بدكم ترجعوا لي. هذا البعد الاساسي، كرمال هيك هذا الكتاب اسمه السماء حقيقه وكذلك جهنم، كرمال انه نحن نتذكر انه نحن عندنا مسؤوليه اليوم، بدنا نكون جديين. امبارح البطرك من كم يوم قال، سالوه تلاميذ البطرك الراعي، قالوا له خبرنا عنك، قال لهم انا كنت انسان جدي بحياتي، عشت حياتي بجديه. فهذا اليوم يسوع عم بيقول لنا بدكم تعيشوا حياتكم بجديه. تعتبر كان في نبوه من بطرقنا، يعني انه لازم نحن نعيش نبوتنا بجديه؟ هيك كنت عم تحكي عنه، انه على طول في نبوه بدنا نعيش بدنا نوعى انه بدنا نموت وبدنا نوقف قدام الرب. يعني بده في حساب، في سما، في جهنم، يعني ما في انه مش بدنا نضلنا هيك عم نطق. اذا ما في حساب يعني الناس